صديق ليا ان بيدياتر اللي بارتي راح للجورداني الاردن اه ل ل بيخيروا له جينيتيكمون بيخيروا جينيا جنس الجنين جينيا معناها يخيروا الاكس والايكغيك تتوقع نوصل لعلم ايه وجابت ان تريبلي جابوا ثلاثه من المفروض ذكور كي لحقوا هنا درت ليكوغرافي لقيتهم ثلاث بنات بتعرف ان الاراده تاع ربي الله عز وجل فوق كل شيء فوق كل شيء والا ما نقول علميا ربي سبحانه طلبنا نقراو وطلبنا ناخذوا برك بالاسباب ونقدموها لربي العالي سبحانه هو اللي بيدك سبحانه تيوري وتبقى ايضا ربما نظريات هذا المجال هناك ناس في الفقه ناس في الشريعه هما اللي يقدروا يفصلوا اكثر لا ما يقدروش ما يفصلوليش انا والله ما يفتوني في هذه النقطه هذه بالذات لانه راح نقدموا الاسباب ماهوش تدخل في مشيئه ربي سبحانه اكيد مانيش راح نطيح جنين ولا نقتل روح ولا عادي اسباب علماء درسوا بلي كاين هي دراسه دي كونديسيون ظروف معينه تحض على انه يجي الايكغيك ولا الاكس راح نقدموا هذه الظروف ونغروا كل انسان مع الدعاء والتضرع ربي سبحانه والبورسنتاج قليل هذا دكتوره لا يعني باش ما نقدروش نهضروا على البورسنتاج بيد العالي سبحانه وانما نقدموا الاسباب والعلم ندعو به والاسباب تقعد في اطار الشريعه الاسلاميه صحيح أكيد. ما هناك لا ما فيهاش اختلاط انساب لا اعتداء على مشيئه ربي سبحانه طبعا.